متابعة برنامج استيراد 20,000 أو كميات من اللحوم، خليني نقول كميات من اللحوم ما سمحت به السوق الدولية. احنا الدولة قررت أنها في خلال السداسي الأول أو في خلال سنة 2024 في الأشهر الأولى قررت أنها تجيب 112,000 طن إن سمحت به الأسواق العالمية في توفر هذه المادة، وكذلك ليس فقط الأسواق العالمية بل الأسواق العالمية والتحولات الجيوسياسية الجيوستراتيجية الموجودة في العالم. اليوم كان فيها بعض المعابر اللي أصبحت يصعب أننا نمر منها مثل البحر الأحمر وكذا، ولذا يعني برنامجنا ممكن يكون فيه أو برنامج وزارة الفلاحة لتمويل سوق بهذه المواد ممكن يكون فيه بعض الاختلالات، ليس فقط ليس في الإمكانيات المادية اللي توفرها الدولة لكن في بعض الأمور التي سيدي فاكتور إكزوجان على إرادة الوزارة المعنية.